السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم أخواتي، وكنتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وعلى خير. وكيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو اليوم إن شاء الله، وصفتنا غتكون عبارة على واحد كيك ولا واحد الطرطة، تتجي غزالة البنات، شي حاجة زوينة ومقادير اللي هما بساط واقتصاديين وطريقة سهلة جدا، أي أخت مبتدئة ممكن أنها تصيبها بكل سهولة إن شاء الله إلا تبعت المراحل ويعني المقادير اللي غادي نذكر في الفيديو. غادي نبداو بالمقادير اللي غادي نحتاجو اليوم على بركة الله. عندنا 5 البيضات صغار، إلا كان البيض كبير نديرو 4. شوفوا معايا أنايا عندي الحجم صغير ديال البيض. غادي نحتاجو كذلك واحد نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب، ضيفة لي معلقة ديال الخل، عندي ربع كاس ديال الزيت، يعني واحد 40 ملل ديال الزيت. عندي نص كاس ديال الحليب، ضيفة لي معلقة الخل، وربع كاس ديال هاد الكيكة ديال الناس مفيهاش ليدام بزاف. عندنا كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، عندي واحد 200 غرام ديال الدقيق مخلطاهم مع خمارة وحدة فقط، منديروش جوج، خمارة وحدة فقط. ثم غادي نحتاجو واحد 150 غرام، 150 غرام شناهي؟ هي واحد زلافة متوسطة، يعني واحد الكاس ديال العنب يكون عامر، إما لوز محمر ومطحون، إما قرقاع محمر ومطحون، إما كوك محمر، إما كوك، يعني إما لوز إما قرقاع إما كوك. كناخدو دوك 5 البيضات اللي عندنا، كنضيفو ليهم السكر سنيدة، ونضيفو كذلك واحد الكيس ديال السكر فاني، ونطرب مزيان هاد المكونات، نعطيهم الوقت ديالهم واحد 10 دقائق تقريبا. الا كنتو غادي تخدمو هاد الكيكه في الخلاط الكهربائي، فمن الاحسن انكم ديروا في الاول البيض مع السكر وتخليهم واحد 10 حتى 12 دقيقه يطربوا مزيان. من بعد غادي تاخذوا واحد الاناء صغير وغادي ديروا فيه ديك الكميه ديال الحليب اللي عندنا مع ديك الكميه ديال مع الزيت. بالنسبه للبنات اللي في الاخوات اللي يعني اللي كاينين في برا وبغاو يخدموا هاد الكيكه متوفره عندهم الكريمه، فكيبدلوا الحليب بالكريمه وكيستغناو على المعلقه ديال الخل. حنا علاش كنديروا ديك المعلقه ديال الخل في هذاك الحليب؟ غير باش تعطينا ديك الخطوريه وتجي شويه ديك يتقل لينا، تجينا على شكل كريمه. نتوما كيف قلت لكم ممكن تخدموا بالكريمه البنات اللي عنده اللي على برا بطبيعه الحال، وحتى اللي متوفر عندهم هنا في المغرب متوفر عندهم يعني الكريمه، يديروا الكميه كريمه. طربنا البيض مع السكر مزيان، غادي نضيفو داك القرقاع. انا مخدمه هنايا اليوم اللوز، ماشي قرقاع، اللوز بطبيعة الحال اللي كناخدوه وكنحمروه وكنهرمشوه. انايا البنات غادي تشوفوا هذاك اللوز ماشي لوز، هذاك اللوز انايا خدمت واحد البسكوي داكواز، واحد البسكوي داكواز كتعرفوا ان البسكوي داكواز كيكون فيه اللوز وبياض البيض والسكر. انايا كنت خادمه وكنشيط ليا هذاك البسكوي، كنت خدمت به واحد الطرطه وشاط ليا، هو اللي خدمت به اليوم. انا ما داير يعني ما دايرش اللوز وما دايرش القرقاع وما دايرش الكوك، كان عندي واحد البسكوي ديال اللوز، فيه اللوز فقط ما فيهش الطحين. حتى نتوما في الدار الا كان عندكم شي بسكوي فيه اللوز، مثلا المكرون بلجي ولا شي غريبه فيها اللوز، ولا ممكن تخدموها بدل اللوز. صافي هنايا انا باش ما يطيحش ليا داك الداكواز اللي شاط ليا خدمت به، ولا داك البسكوي داكواز اللي شاط ليا خدمت به هاد الطورطه هادي. صافي هنايا كنبداو كنخلطو من تحت للفوق، من بعد ما كنضيفو الدقيق على دفعات، هذيك 200 غرام ديال الطحين اللي هي 2 كيسان ديال العنبه مع خماره، كنبقاو كنضيفوهم من تحت للفوق بهاد الطريقه هادي. المهم الخليط خاصو يكون بهاد القوام هذا، لا جاب الله بالكم شويه خفيف كتزيدوا واحد نص كاس ديال العنبه ديال الطحين، لكن انا خدام معايا بالضبط 200 غرام ديال الطحين اللي هي 2 كيسان ديال العنبه عامرين. دابا من بعد ما خلطنا الخليط ديال الكيك كنجيبوا واحد الاطار، انا جبت واحد الاطار اللي لبسته بابيو سيلفيريزي وفرغت فيه الخليط ديال الكيك اللي عندي، وغادي ندخلو. ممكن تخدموها هكا بالطول، ممكن تخدموها مدوره، نتوما على حسب الاختيار ديالكم. صافي غادي ندخلوها الفران طيب على 160 درجه، الفران طبيعي الحال يكون بارد، كنشعل عليه انا التحت والفوق لانني عندي الفران كيخدم التحت والفوق دقه واحده، لكن كندير ديما واحد اللاطه الفوق باش تحبس عليا الحراره باش ما تجيش على الكيكه، يعني بحال كنحبس بها الحراره من الفوق. المهم دابا غادي نمشيو للكريمه اللي غادي نصايبو بها هاد التورته هادي. غادي نصيبو كريم باتيسير، بما انني ما عنديش بودره الكريم باتيسير، فانايا غادي ناخذ واحد 2 صفار بيض وبيضه كامله، 2 صفار ديال البيض بيضه كامله مع 60 غرام اللي هي واحد 2 معالق كبار حتى 3 ديال النشا. المهم 60 غرام درت لكم واحد 2 معالق عامرين بومبي ديال النشا، وغادي نحتاجو واحد 50 غرام ديال السكر سنيده اللي هي واحد ربع كاس ديال العنبه. غادي نخلطو هاد المكونات كلها مزيان مع بعضياتها،
مع السكر فاني بطبيعه الحال، ونضيفوا ليها الحليب، السيترو ديال الحليب يكون سخون، ونخلطو مزيان صافي، ونردوها فوق البوطه حتى كتعقد. ملي كتبدا تقال شويه، ملي كتبدا تقال شويه كنحيدها، وكنضيف ليها 120 غرام ديال الشوكولاط، 120 غرام ديال الشوكولاط ابيض. هاد المكونات اللي عطيتكم ضفت ليها دابا 120 غرام ديال الشوكولاط ابيض، ونخلط مزيان 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 حتى كينسجم ليا. ثم غادي نضيف واحد 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الزبده، درت لكم واحد الصبع ديال الزبده تقريبا، الصبع ديال الزبده يعطيكم يعني تقريبا هي 50 غرام. نتوما غادي تشوفوا القياس. غادي نبدا نضيف ونحرك. الطريقه ديال لاكريم باتيسير باينه، صفر جوج بيضات مع بيضه، كنخلطهم مع جوج معالق ولا ثلاثه ديال السكر سنيده مع جوج معالق كبار ديال النشا مزيان، وكنضيف الفاني، ثم كنزيد عليهم سيترو ديال الحليب سخون، وكنردهم فوق البوطه حتى كيعقد الخليط. من بعد كنخرجوا وكنضيف الشوكولاته ابيض، كنحيدو من فوق البوطه، كنضيف الشوكولاته ابيض 120 غرام، ثم كنضيف 50 غرام ديال الزبده. غادي نخلي الخليط كله يبرد كيف ما غادي تشوفوا معايا، كنغطيه وندخلو يبرد. من بعد ما طابت الكيكه نقسمها على جوج. هنايا الكيكه خدات معايا تقريبا واحد 45 دقيقه، هاد الحين طابت نقسمها على جوج كيف ما غادي تلاحظوا معايا. هاد الكيك هذا ما تحتاجش انكم تسقيوه نهائيا، كتجي رطبه رطبه، كتجي هشيشه بزاف البنات، يقوني ان شاء الله تجربوها. هنايا بالنسبه للكريمه غتبعوا معايا مزيان، انا ما خليتهاش بردات بزاف. علاش؟ لان علاش قلت لكم كتجي هشيشه، واحد شويه ديال الكريمه ما تكونش بارده بزاف، غادي نديرها فوق من الكيك. ما تبقى هادي غادي نديرها الوسط، قلنا النص ديال الكريمه غادي نديرها الوسط، تكون واحد شويه ما تكونش بارده بزاف. هاد الكيك هذا البنات ما تحتاج انكم تسقيوه، راه كيجي هشيش وكيجي رطب بواحد الطريقه زوينه زوينه، ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر. دابا غادي ناخذوا ديك الكريمه اللي عندنا نقسموها على جوج، النص غادي نديروه الوسط، والنص غادي نزوقوا به، لكن داك النص اللي غادي نزوقوا به من الفوق، غادي انايا خديت النص بلا تطراب درتو الوسط، عمرته درتو في بوش وعمرت به الوسط، والنص الاخر خليته حتى برد مزيان، وكنطربو شويه بحال كتاخذوا الطراب الكهربائي، وبحال غتخفقوه واحد شويه بحال شي كريمه، عاد غادي نضيفو من الفوق. ها نتوما غادي تشوفوا معايا البنات، علاش انا ما طربتش هذيك باش هكا تبقى هذيك الكريمه تجينا حتى يعني تفزق لينا داك الكيك، باش تجينا شويه ديك الكيكه رطبه ما تجيناش ناشفه. صافي غادي نوضع الطبقه الثانيه ديال الكيكه ولا التورته، وما تبقى كيف قلت لكم غادي نوزعو، نخليه يبرد مزيان، وغادي نطربو كيف ما غادي تشوفوا معايا واحد شويه، ونزين به من الفوق. الا ما بغيتوش البنات تطربوه ما تطربوش، يعني غير خليو الكريمه تبرد مزيان صافي، ودهنوا بها دهنوا بها الكيك ديالكم من الوسط، وعاودوا دهنوا من الفوق. هاد الكريمه ديال الشوكولاط راه تجي زوينه، لاكريم باتيسير بالشوكولاط بيضه تجي زوينه بزاف، وخصوصا الا كان واحد الشوكولاط ابيض من النوع الممتاز، كتعطيكم واحد البنه زوينه بزاف. صافي هنا من بعد ما زينتها بالكريمه خليتها حتى بردات مزيان، وخديتها من الفوق وزينتها بشويه ديال اللوزيفيلي والكراميل والجناب، داك الداكواز داك البسكوي داكواز اللي شاط عليا هو اللي زينت به الجوانب. هذاك البسكوي قلت لكم انا كنت خادمه من قبل، خدمت معاكم شويه في الكيك، واحد شويه خديته فرتدته وزينت به الجوانب، كانت زين فقط، لكن نتوما ممكن تزينوا باللوز، ممكن تزينوا بالكوك محمر، ممكن تزينوا كذلك بشويه ديال الفيوتين، تيبقى لكم اخواتي الاختيار. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، خليت لكم الراحه الى حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.